إلى شرف الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه. والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. يغفر الله لنا ولكم أيها المؤمنون. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام قال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: وإذا بالله يا أبتا من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصلت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. وقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ وقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. دخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. قال لي: يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك واخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب الواهي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنيتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء ورمى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مجهية.
الضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا